السلام خوتي خواتاتي، هذه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم واحد الخبز اللي كدير الوالده دائما، كيجي لذيذ بزاف، خصوصا الميلونج ديال الخشخاش مع العسل كيجي فيه واحد المذاق اللي زوين بزاف. انا متاكد بان الوصفه ديال اليوم غتعجبكم بزاف. كنتمنى تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وللمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاج 500 غرام ديال دقيق القمح الصلب اللي كنسميو في المغرب بالفينو، كيكون بهذا الشكل هذا. ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ملعقه صغيره ديال العسل، الا كان عسل الحر كيجي احسن. هنا عندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، والماء عندي جوج كيسان ديال العنبه كيكونوا عامرين، وبالتالي كيبقى حسب الدقيق نوعيه الدقيق. وهنا عندي حبوب الخشخاش اللي كيتسموا بالفرنسيه لو بافو. انا كتاخذوا واحد الباسينه او قصعه كيف ما بغيتوا، كتصبوا فيها الماء، من بعد الخميره كتذوبوها واحد شويه، كنضيف دقيق القمح الصلب، زيت الزيتون، العسل، وكنجمع العجين بالاصابع ديالي وكنبدا كنعجن في العجينه. طريقه ديال الخبز اللي معتاده عندكم. من بعد كندلكم مزيان، هنا بانت لي واقيلا بقى قاصحه شويه، غنضيف واحد شويه ديال الماء وغندلكها مزيان. الا عجنتو بالعجان راه غيكون احسن وغيكون اسهل وغتربحوا الوقت. هنا كنضيف الملح وكنبقى كندلك فيها. نورمالمون العجينه ديال الخبز كنخليها دائما مرخوفه شويه، كتكون كتلصق واحد شويه كيف كتشوفوا. ملي كندلك العجينه ديالي مزيان وكتولي مرخوفه بهذا الشكل هذا وإلاستيك، هذيك الساعه كنضيف حبوب الخشخاش، كندخلهم فيها مزيان وكنخليها كترتاح واحد 5 دقائق. من بعد كناخذها كنقسمها كويرات وكنبدا كنشكل في الكويرات بالحجم اللي بغيت. كيف كتشوفوا العجينه حيت مدلوكه مزيان، انا كنكور فيها وهي كتخرج هذوك النبيلات او الفقاعات من الجناب ومن الفوق. هنا كنكورهم وكنخليهم كيرتاحوا واحد 5 دقائق، نغطيهم بواحد المنديل نظيف، ومن بعد كنقرصهم ونخليهم من بعد يخمروا على خاطرهم. هنا من بعد ما ارتاحوا واحد شويه وطلقوا، غنحطهم في الصينيه ونخليهم يخمروا على خاطرهم. هنا النصف ديال العجين غنقرصو رقيق، والنصف غنقرصو غليظ شويه باش من بعد تشوفوا النتيجه ديالهم بجوج. هنا من بعد ما خمر الخبز غنسخنوا الفران من قبل على 210 درجه لمده تقريبا 15 دقيقه حتى يطيب على خاطره. الا قرصتوا الخبز ديالكم غليظ راه غيجيكم بهذا الشكل هذا، كيجي منفوخ ومفشفش وفيه البابة من الداخل. اما الى قرصتو رقيق غيجيكم بحال الخبز اللي غتشوفوه من بعد.
اما الخبز اللي قرصناه قرقيق كيجي بهذا الشكل هذا حتى هو كيجي زوين للناس اللي ما كتعجبهمش البابات بزاف، ولكن واحد المذاق كيجي فيه يا سلام، مزيج ما بين لو بافو اللي هو الخشخاش والعسل، كيجي واحد كيجي لذيذ 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 بزاف. Best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive.
وبالتالي كانت هذه هي النهاية ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعم القناة بلي لايك والبارطاج باش تعم الفائدة ونزيدو القدام باش نجيب لكم دائما الجديد. خليكم هاد الساعة. السلام عليكم.